بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا شباب معانا مرة تانية في كورس البيستوك. مكملين مع بعض النهاردة سيشن 14. تمام، السيشن هندي فول ديمو على البيرش أوردر سكيما. تمام، البيرشيس أوردر سكيما ديت هنوضح فيها أغلب اللي لقيناه في كل السيشنز اللي فاتت. تمام، فتعال نبدأ سريعا كده مع بعض في الفيجوال ستوديو. عملنا بروجكت جديد اسمه فول ديمو دوت سكيماز. تمام، وحطينا فيه سامبل اكس ام ال فايل. تمام، اللي هو البيرشيس أوردر جواه الشيب 2 والبيل 2. تمام، وفي كومنت بعد كده، بعد كده في الايتمز. تمام، فخلينا نبدأ مع بعض كده سريعا. نيجي نضيف سكيما جديدة. تمام، هيد نيو ايتم، هنسمي السكيما دي بيرتشت اوردر اوردر. تمام، بعد كده خلينا نحط الاتنين قصاد بعض عشان نبدأ نشوف احنا هنعمل ايه. ادي السكيما هنا والاكس ام ال فايل في اليمين. تمام، طيب اول حاجه زي ما احنا شايفين ان الشيب 2 والبيل 2 عباره عن نيم وستريت وسيتي وستيت والزد اي بي. تمام، ممكن نوضح نخلي ده كله از كومبلكس تايب. فاحنا هنعمل سكيما تانية نسميها ادرس. فهنيجي هنا نقول اد، ماشي، سكيما هنقول ان دي مثلا ادرس سكيما. تمام، الادرس سكيما دي جواها ريكورد اسمه ادرس. تمام، هو كومبلكس تايب، هنحدد اللي جواه الاول اللي احنا شفناه من شويه. خلينا نحط ده برضو في نفس المكان. الادرس عباره عن النيم، فانا هعمل انسيرت الاليمنت اسمه نيم، ولا خليها سمول، ماشي، وهعمل انسيرت الاليمنت اسمه ستريت، وهعمل انسيرت الاليمنت اسمه سيتي. تمام، وهعمل insert element اسمه state، وهعمل لي zip. تمام، ماشي. النيم طبعا string عادي، ال date type بتاعه string، ماشي. ال street نفس الكلام، ال city نفس الكلام، ال state نفس الكلام، ال zip هو بس اللي integer، فيجي هنا اختار integer. تمام، طيب يبقى انا كده جيت عملت ريكورد، وعشان اعمله complex type فانا هاجي اقف هنا على الادرس نفسه، وهقول ان الادرس ده الداتا structure type بتاعه، هقول address order address مثلا. تمام، order address كده انا حولته as complex type زي ما انتم شايفين. هنا بقى في كومبلكس تايب اسمه اوردر ادرس. تمام، واخد سيكونس نيم ستريت سيتي زد اي بي. تمام، والاليمنت نفسه اللي هو الادرس دوت التايب بتاعه اوردر ادرس، ماشي. هنيجي طبعا هنعمل على البيرش اوردر هنا، هنقول تعمل امبورت. خلاص، فين هاجي على الامبورت سكيما، هقول له هنا اهو امبورت السكيما اللي اسمها ادرس. خلاص بقت هي كده معاك هنا. خلاص هتقول له ان هنا البيرشيس اوردر. خلاص ماشي، البيرشيس اوردر فيه اتنين element، واحد اسمه شيب 2 والتاني اسمه بيل 2. فانا هاجي اضيف هنا هو ريكورد اسمه شيب 2، وهاجي اضيف ريكورد تاني اسمه بيل 2. معلش ريكورد مش اتريبيوت، نعمل ديليت، هضيف واحد تاني اسمه ريكورد اسمه بيل 2. تمام، هاجي على الشيب 2 واقول ان داتا ستراكشر هو الادرس. خلاص، تمام، هاجي برضو، هو انا ممكن اجي هنا على الادرس او ممكن اقول بيز، يعني نقول خلينا نشيل دوت وهاجي ابيز على الاوردر ادرس از كومبلكس تايب، وهاجي ابيز هنا كمان. احنا قلنا ده شيب 2 كله سمول. تمام، وهاجي على البيل 2 برضو هبيز على الاوردر ادرس. يبقى انا كده عندي الشيب 2 والبيل 2 هم عبارة عن كومبلكس تايب اكستنشن على البيز اللي هو الاوردر ادرس. تمام، ماشي. يبقى احنا كده وضحنا اول حتة ان احنا عملنا كومبلكس تايب، وعملنا طبعا ريكوردو و element. هنا عملنا مجموعة elements، وهنا بدأنا نتكلم عن الريكورد. تمام،
كده احنا خلصنا الشيب 2 والبيل 2. بعد كده قابلني element هنا اسمه comment، فانا هاجي اعمل هنا اهو بعد الشيب 2 والبيل 2 هقوم قايل add element اسمه comment، تمام. والكومنت دوت element string عادي. بعد كده قابلني items، الايتيمز دوت عبارة عن complex type او record، فانا هاجي اضيف هنا اهو items has a record وهضيف جواه item، كل item ليه مجموعة خصائص، فأنا هاجي أضيف هنا record اسمه item. ال item دوت ليه attribute، attribute ده اسمه part number، هنحط عليه كمان شوية restriction، attribute اسمه part number. بعد كده في مجموعة element، فأنا هاجي أضيف ال product name as an element، ماشي product name. بعد كده ال quantity as an element، هنعدل طبعا في ده الطيب دلوقتي. وبعد كده ال price as an element، بعد كده ال comment as an element، ماشي. ال part number string مفيش مشكلة، هنحط عليه دلوقتي restriction string عادي. ال quantity integer integer، تمام. ال price ده decimal، خلينا ندور الديسيمال اهو، ماشي. الكومنت في اول ايتم موجود وفي تاني ايتم مش موجود، فالكومنت المين اوكير بتاعه صفر، بحيث انه ممكن ما يحصلش خالص لانه فعليا مش موجود في الايتم التاني، تمام. بعد كده احنا كده خلصنا الحاجات الاساسية. نتكلم بقى هنا اهوت على البارت نمبر دوت، خلينا ندخل له ريستريكشن معين. فانا هاجي على البارت نمبر وقلت ان البارت نمبر دوت عبارة عن derived by restriction، خلاص. وهاجي هنا اقول في الباتر هي عبارة عن collection، فانا هشوف دوت بيماب ايه، فده فعليا بيماب 3 digit slash d 3 بعد كده داش، تمام، من a to z، خلينا a z وخانتين، عشان الماب ده برضو احنا اتفقنا ان قبل كده في ويب سايت لذيذ عن الريجولار اكسبريشن اللي احنا كنا اتكلمنا فيه قبل كده. فانا هاجي على الريجولار اكسبريشن وهاجي اماتش ان دوت بيماب حاجة معينة ولا لأ، فهاجي هنا اهوت في الشيت شيت وفي ريجكس تيستر، افتح الاتنين. الشيت شيت بيقول لك ان انت لو عايز هنا تقول مثلا A B C بيحصلوا مرتين، خلاص، أو مثلا حاجة بتبدأ بحاجة معينة، فاحنا قلنا هنا بنقول start with وهنا بنقول في الآخر دولار ساين لو فاكرين، وناخد ده كوبي نحطه هنا في التستر، هقول إن regular expression كذا، وهقول مثلا إن السورس زي ما هو، شوف السورس ده بيماب regular expression ولا لأ، تمام. هاجي اقول له submit، هيقول لك هنا matched، خلاص. يبقى انا هنا قلت بيبدأ ب 3 digit، ال digits هنا backslash d، ال digit اهو match in decimal digit، فهنا backslash digit 3 خانات، بعد كده من ال a to z على خانتين، خلاص، فده كده matched. طيب يبقى احنا كده دخلنا وعملنا pattern معين بالrestriction، خلاص. طيب جينا هنا واحنا بنضيف الايتيمز، في هنا تشويس بيقول لك ايه ان الجروب اوردر، طيب سيكونس ولا تشويس ولا اول، فانا هنا اخترت سيكونس، معناها زي ما اتفقنا قبل كده ان الحاجات دي لازم تحصل بالترتيب، التشويس يبقى واحده منهم بس لازم هي اللي تحصل، خلاص. طيب احنا كده برضو راجعنا للتشويس والسيكونس، والمين اوكير والماكسيمم اوكير قلنا هنا في الكومنت المين اوكير بتاعه بصفر لانه ممكن ما يحصلش خالص، تمام. كده برضو رجعنا المين اوكير والماكس اوكير، خلاص. بعد كده ممكن اعمل ايه تاني، عملنا امبورت سكيما، صح، خدنا امبورت سكيما وعملنا امبورت للادرس سكيما. هنا لو طلعنا فوق في الاوردر هنلاقي ان احنا عملنا هنا ثانية فين import schema، السكيما الادرس سكيما بدأ اشتغلنا عليها وخدناها as a reference، وعملنا
عملنا كومبلكس تايب اللي هو الاوردر ادرس، وخدنا ده شيبت شوب 2 والبيلنج 2 ريفرنس عليهم. بعد كده قلنا داتا تايبس، حددنا الداتا تايبس بتاعت مثلا البرايس ان هو ديسمال والكوانتيتي انتجرز وهكذا. ماشي، اتكلمنا برضو، لسه ما اتكلمناش عن نيم سبيس، ان انا هاجي هنا في السكيما اقول له نيم سبيس تارجت نيم سبيس معينه، تمام، اللي هي اسم البروجكت دوت اسم السكيما بيرس اوردر. نفس الكلام بالنسبه للادرس، هنا على مستوى السكيما تشوف التارجت نيم سبيس. خلاص ده احنا كده برضو رجعنا التارجت نيم سبيس. ناقص لنا هنا برضو ممكن نحط فيكسد فاليو مثلا على البيرس اوردر، في هنا على البيرس اوردر احنا حاجة نسيناها اللي هي الاوردر ديت. الاوردر ديت دوت هنيجي نضيف element اسمه الاوردر ديت دوت نوعه ديت، تمام، ديت، وهاجي اطلعه فوق خالص عشان بالترتيب هنا اهو، هنا دخل جوه الايتم، لا هنا طلع اهو فوق اهو الاوردر ديت اول واحد. انا عايز اول واحد هنا، تمام كده بقى الاوردر ديت اول واحد اول اتريبيوت اهو. ماشي، بعد كده اللي ناقصنا هنا ان احنا ندي مثلا فيكسد فاليو، فانا هاجي على الادريس سكيما وهقول هنا ان مثلا الكونتري، في هنا كونتري في الشيب 2، فهاجي هنا اضيف اتريبيوت اسميه كونتري، تمام. الكونتري دوت هاز فيكسد فاليو، الفيكسد فاليو ده مثلا يو اس، تمام، هيقول لك هيرفلكت على الحاجات التانية، هنقول له اوكي مفيش مشكلة. يبقى احنا كده حطينا fixed value. ممكن نحط برضو default value مثلا على مستوى ال item quantity، ال item quantity ال default value مثلا بتاعته واحد. خلاص يبقى احنا كده رجعنا اغلب الحاجات. ممكن برضو ناقص لنا هنا ان احنا نيجي هنا على ال schema ونقول validate schema، ده انا عايز validate ال schema versus ال XML وال defined. اجي مثلا برضه اعمل generate instance، هيروح يعمل لك generate instance معين تقدر تفتحه. خلاص عمل هنا item واحد اهو، نسينا نعمل اكتر من item. هاجي على مستوى ال item واقول ان هو ممكن يتكرر، حدد هنا المين الماكس اوكير 5 والمينيمم اوكير 2. ماشي، نسيب الجروب دي انا مش محتاجينها. نعمل تاني generate instance، تمام، هتلاقي هنا ان في اتنين ايتمز اهو، واحد فيه كومنت والتاني برضو فيه كومنت، بس ممكن الكومنت ده يتشال. لو انا شلت الكومنت دوت وعملت فاليديت مفيش مشكلة. ليه؟ لان احنا قلنا ان الكومنت هنا المين اوكير بتاعه بصفر، ممكن ما يحصلش خالص. خلاص طيب ناقص لنا كده في الجزء ده ان احنا نيجي نعمل على البروجكت دوت ديبلويمنت. فانا هاجي اختار البروجكت وهاجي على الديبلويمنت، اول حاجه الساينينج هديله كي، فاقول له اعمل اي كي، هقول له مثلا ده اوردر كي. ماشي، يبقى انا برضو محددتش الباسورد كده، اديت له كي. هاجي على الديبلويمنت اقول له ان هو اسمه فول ديمو مثلا ابلكيشن. خلاص خلاص كده، هاجي هنا اقول له ديبلوي، لو قال لي ديبلوي سكسيدد يبقى احنا كده عملنا ديبلويمنت للسكيما. خلي بالكوا زي ما قلنا اهم حاجة run as administrator، تمام. هاجي افتح هنا ال bstock administration، خلاص على ما هو يعمل، عمل deploy فعلا succeeded. فتحت ال bstock administration console، هتلاقي فيه طبعا application جديدة تضاف. ال application دوت full demo app، ال full demo app دوت هتلاقي جوه في ال schema الديبلويد سكيما اللي احنا شغالين عليها الاثنين، البيرس اوردر والادرس، تمام. ولو ضغطت على تعرف تفاصيل السكيم، يبقى احنا كده مررنا سريعا بفول ديمو عن كل اللي شرحناه او اغلب اللي شرحناه في
السيشنز اللي فاتت عرفنا يعني عملنا ريكورد، عملنا element وattributes، دخلنا في الداتا تايب الفورم مثلا ديفولت والفيكسد عرفناهم. الفورم انا ممكن اجي على element معين اقول ان دوت لازم نسبقه النيم سبيس، فهاجي على الفورم بروبرتي واقول ان هو كواليفايد مثلا. تمام، بعد كده عملنا generate instance و validate وقلنا المين والماكس والسيكونس. جينا على الريستريكشن في الجزء بتاع الباترن او regular expression. بعد كده عملنا import الاسكيما، عملنا complex type اللي هو الادرس. تمام، البروموتد والديستنجوش فيلد ممكن اجي ببساطة اجي اعمل هنا رايت كليك كويك بروموتد، هو كده عمله بروموتد فيلد. او هاجي هنا على فيلد بره على الاوردر مثلا اقول له بروموتد كويك هيعمل لك البروبرتي سكيما. تمام، تلاقيه ضاف لك هنا البروبرتي سكيما اللي انت تبدأ تشتغل عليها. تمام، وضاف لك هنا الاوردر ديت از بروموتد فيلد. بعد كده عملنا ديبلوي للسكيما دي وشفناها على البيستوك ادمنستريشن كونسول. اتمنى يكون الديمو دوت وضح جزء من السيشنز اللي فاتت، واشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.